الو الو، مساء الخير. مساء النور. معاك لؤي. اهلا بيك لؤي، ازيك؟ انا شكرا يا فندم. انا قبل اي حاجه بشكرك على الامانه في الكلام اللي بتقوله. ربنا يخليك. لاجيال بنوجههم صح. ربنا يخليك لؤي، ده يعني شرف كبير ليا وثقه غاليه، يعني بشكرك عليه. الحاجه الثانيه عايز اقول، ابن ادم لو اجتمع الانس والجن على ان يضروك بشيء لن يضروك الا بشيء قد كتبه الله عليك. ونعم بالله. الكلام ده حديث عن رسول. هدخل في النقطه اللي بعدها. اتفضل. انا عايز اختصر الكلام عشان لا خالص، براحتك. طب شكرا. هو ليه موضوع الاعمال ده عندنا في مصر والدول العربيه بس؟ يعني سالته لنفسي. لا، مش في مصر والدول العربيه على فكره، ده في كل دول العالم. لا يا فندم، بص، في بلاد مشهورة قوي بالأعمال. تمام. ولكن في كل دول العالم في شر، الشر موجود في كل بقاع الأرض، واخد بالك؟ متفق معاك. ولكن في ناس بتسعى. موضوع العمل للأعمال والأسحار دي لا، موجودة في الدول العربية مش موجودة بره. والله بره موجود، واسمها بلاك ماجيك، يعني السحر الأسود، وبيعملوا أسحار برضو، بس مش بنفس الكم. الناس بره ناس عمليين، يعني حتى هم لو ما بيفكروش في ربنا سبحانه وتعالى. في ناس كتير على فكرة بره متدينة، ولكن اللي ما بيفكرش في ربنا سبحانه وتعالى لا بيؤمن بربنا ولا بيؤمن بالشيطان، فما بيعملش أعمال، عايش حياته بالطول والعرض، دول كفرة. إنما في ناس متدينة وفي ناس كمان شريرة وبتعمل أعمال. بس احنا عندنا في العالم العربي الموضوع ده زاد عن حده مع الاسف، يعني بالظبط. انت تعرضت لموقف زي ده قبل كده؟ لا خالص، بالعكس، موقف وحيد في العيله عندنا وكان كوميدي جدا. ايه اللي حصل طيب؟ طيب، لا قبل ما اقول اللي حصل برضه انا عايز ادخل في نقطه ثانيه، انا اسف. اتفضل. لا، تحت امرك، اتفضل. انا اشوف ان موضوع الاعمال ده بيكون هو عنده مشكله ومش عاوز يعترف بها بحقيقتها، فيقول معمول عمل، فشلت في شغلي، فشلت في علاقتي الزوجيه، فشلت في اي حاجه في حياتي. فهي المشكله انا عندي المشكله، يا اما مش عارف، يا اما مش عايز اعترف بيها. فالسهل اقول ايه، معمول لي عمل عشان اكون فاشل. هي والله وجهه نظر، بس برضه في ناس بتعمل حاجات وحشه، يعني ولكن لما بتلاقي تكتشف ان معمول لك حاجه وحشه كده، كل المفروض منك انك تقرب من ربنا، بس عشان هو اللي هو اللي قادر يفكك اي حاجه وحشه معموله. ده اكيد علاقتهم بربنا، ودي جزء الحركة دي مهمه جدا. يعني اي حد مسلط عليك، معزم عليك، قاري عليك، باعت لك، ما في ناس بتعمل شر، ما هو الشر موجود. امال الشيطان بيعمل ايه؟ ده الشيطان صايع، يعني مش شاطر. بس بخلاف العمل او حتى البيئه او الدنيا احنا عايشين فيها، في مشاكل حوالينا وتاثيرات علينا اكيد سلبيه، وفي حسد وفي يعني اكيد. انما برضو ما فيش حاجه هتاثر في البني ادم طول ما هو مع ربنا، دي مهمة. احكي لي بقى الموقف الكوميدي اللي حصل عندكم. الموقف الكوميدي ده كانت هي جارة لينا، وبعدين كانت مخطوبة لحد معين، وكانت اللي بتظهره لينا قدامنا او للمعارف، يعني ان هو بيجي يزورها بتشوفه بشكل معين، وبيحصل لها حالة معينة، وان هي معمول لها عمل. وراحوا طبعا لشيخ والكلام ده وكده، وبعدين ابوها كان رافض القصة دي، مش مقتنع بيها، لغاية ما الشيخ قال لباباها في أحد الزيارات، الحقيقة حصلت، هتروح دلوقتي دولابها وعندها بنطلون مقصر في الرف اللي على اليمين، هتلاقي مقطوع منه جزء، عشان ده اللي دخل بيتك أخذ من البنطلون ده جزء معين ما علشان يعمل لها عمل. فالأب حقيقي رجع جري حقيقي، فتح لقى فعلا بنطلونها متاخد منه حتة، فعلا متاخد منها حتة. فمش عايز برضه أطول عليك، في الآخر خالص مشوا العريس وانت هي واحده قريبته كانت بتحبه، وهي اللي كانت عايزاه، فمش عايزها، فخطب البنت دي. في الاخر خالص فوجئنا بعد كده ان البنت دي كانت متفقه مع الشيخ ده، وهي اللي اصلا البنطلون بنفسها متفقه معاه عشان تطفش عارف من والله ده الموقف اللي حصل الوحيد في حياتي. ده شيخ صحيح مش مظبوط ابدا، يعني بالعكس. في موضوع اعمال دي انا مش بدخل دماغي خالص. لا، هي انا بشوفها مشكله في حياتي، ده رايي الشخصي، طبعا اكيد غلطان يعني، لكن انا بشوفها انا عندي مشكله مش قادر اواجهها ولا عارف اعترف بيها، فاسهل حاجه اقول
انا فاشل عشان ما عمل العمل. انا علاقتي بزوجته وحشه ما عمل العمل. علاقتي بمديري وحشه عشان ما عمل العمل. انا بخسر في حياتي ما عمل. طيب تعال نقول برضو ان قوى الشر موجوده، لان ربنا سبحانه وتعالى قال ان في شيطان. طبعا صح. والشيطان ده هو عدو الخير، هو اللي بيعمل كل ما هو شر، وكل اللي بيتعمل شر بيتعمل باسمه. ولكن هرجع اقول لك كلمه تاني يعني مهمه قوي وهقولها لكل الناس. تعالوا نفتكر كده، هل يجوز يتعمل عمل لجامع انه يقفل؟ هل يجوز يتعمل عمل لكنيسه انها تقفل؟ يعني صححوا لي لو انا مخطئ. ليه بقى؟ لان المكان اللي بيذكر فيه اسم ربنا دايما الشيطان ما بيقدرش يدخله. فلما تكون انت حياتك وبيتك ودنيتك دايما بتذكر ربنا، الشيطان مش هيقدر يدخلك. هيبقى في مليون عائق موقفه ان هو يدخلك.